السلام عليكم. تواجدوا دابا في الدخله ديال المكناس الجهه ديالنا بوسلان. خصنا نديروا واحد النداء ضروري ومؤكد. جامعه بوسلان راه خاصكم ديروا اناره عموميه، البوطويات ها هما ولكن الدوفين هو. هذا امر ديما كنت كنبغي نشير ليه، لان لا يعقل ان اللي داخل المكناس على ويسلان تيتم داخل في الظلام، ونفس الامر كاين في الدخله ديال بوفكران، من بوف الدخله اللي تندخلوا من مجطو حنا جايين، البوطويات هما كاينين ولكن الاناره راه ما كاياش تقريبا، راه ما كايناش، راه البوطو شاعل 10 طافيين وزيد عليها لا بويسونس ديالهم ضعيفه بزاف. فهاد الورش ديال الكليراج راه خصو يتخاد بعين الاعتبار، وخص العماله ديال المكناس تدخل على الخط ديال هادشي هذا، وتفرض على الجماعات انهم يطلقوا اوراش في هذا المجال هذا. الاناره ثم الاناره راه هي اللي كتخلي داك الاحساس بالامن، واللي جاي تيمشي يعني كتبين المدينه. هذا دابا فيديو حنا درناه دابا حاليا انطلاقا من الدخله ديال المكناس من الجهه ديال ويسلان. الاناره بين قوسين دون المستوى، خاص تطلق شي صفقة ديال تجديد الإنارة وتكون قوية، تكون ليد بواحد لابيسونس مزيانة باش تتبان. ومن جهة بوفكران أيضا، ومن جهة ديال مولاي إدريس حتى هي، يعني المداخل كاملين خاصهم يكونوا ضاويين، خاص الضوء يكون في المستوى. هذا نداء احنا درناه دابا انطلاقا من الدخلة ديال ويسلان، ومازال غادي نعاودو نجددو ان شاء الله تعالى في المداخل الاخرى ان شاء الله تعالى. ان احنا مقبلين على معرض، وبلا معرض دولي الفلاحه، احنا مقبلين على واحد العداد ديال سميتو ديال تظاهرات بلادنا، واش بلاد ميتم من داخل تلقى الضو ما كاينش في دخلت المدينه، والتشوير ضعيف، التشوير الطرقي والتشوير لا ها هو، شوف الضو في الوسط ميت ما كاينش، هو رون بوين. البوطو كاين، البالي طافين، والتصوير كما قلنا الطرقي البلايك اللي كيعطيو الاشارات للاحياء والتجهيزات ديال المدينه ولا زعما المرافق ما كاينش، ضعيف جدا. احنا دابا في الدخله دابا ديال ويسلان، احنا تقريبا قربنا للبشويه ديال ويسلان، وهانتوما كتشوف. ما فهمتش انا هذا التماطل هذا، احنا دابا حدا البشويه، حدا المقر ديال الدرك الملكي، إنارة ميتة بهذا المعنى هذا. ها هو رون بوان، نورمالمون خصو يكون فيه الإنارة تكون قوية باش يبان رون بوان من البعيد. والو، هانتوما كتشوفوا هاد الحريره هادي ديال الاناره اللي ما كاينش، يعني شي شويه شنو كيتسناو هاد الجماعات هادو عن طريق المصالح اللي عندهم ديال الاناره، الا ما كانوش غادي يديروا الصيانه ويغيروا ويزينوا دوك البوطويات، باش حتى اللي داخل بعدا على الاقل تكون دخلات في المستوى. احنا حتى على مستوى الرومبوان الكبير ديال ويسلان كيدخل كما قلنا الإضاءة ضعيفة، يا إما تتلقى البوطويات طايرين، ها هو واحد هنايا بوطو طاير في الدورة ولم يتم تعويضه، يا إما تتلقى ها أنت شوف أنت كتشوف معايا البولات بعدا كاع اللي تيضو اللي خصهم نورمالمون يضويو الرصيف كلهم طافيين.
واحدة شعلة، واحد جوج جوج طافيين، واحدة شعلة، وهاد وخاصة هادو اللي جايين في هاد هاد الممر هذا اللي هو طرقي مهم، الدورة الدورة ديال الدخلة ديال الويسلان. ما كتبوش منين قالوا منين قالوا مكناس عاصمة الظلام. هو الفيديو خير شاهد. كل إذا راه شي حاجة اللي من البديهيات الأمور. ها هو بوطو طاير هنايا لم يتم تعويضه، هذا هو كاين مضوي على خياله، واحد طايح يا ما يمكنش نبقاو حنا كل مرة ندوزو نبقاو نقولو خاصنا وخاصنا. ها هما أربعة خمسة ستة ديال شحال كاع لي بوطو تقريبا طافين في هاد البلاصة هادي. ها راكم ماشي دو ديال الطوموبيلات ما غتلقاش هنا. ها واحد بوطو السلوكه ديالو خارجين، ها الاخر بوطو طاير السلوكه ديالو خارجين. والله الا لعب وحشومه عليكم يا هاد الجماعات. لا جماعة ها بوطو واحد اخر طاير سلوكاته خارجين. ها هما البوطويات البالي اللي نورمالمون مديرين باش يضويو الرصيف دراجلين، كيفاش دابا غادي يمكن للراجل يدوز هنايا؟ ما عذرنا تلقاو حوادث السير كثيره. فهذا هذه مناشده لجماعه ويسلان وجماعه مكناس، نوضوا تخدموا وجددوا لنا الاناره. راه هذا الشيء هذا راه لا يعقل. حنا دابا دخلنا النفوذ ديال جماعه مكناس، هذا شارع بيرانزاران، شارع الجيش الملكي عفوا، شويه الضو بعدا. واخا حتى هو كاين عده ملاحظات، ولكن بحال دابا البالي اللي غيضويو الارصفه مع ديك مع البالي الفوقاني اللي كيضويو الطريق لا شوسي، راه كيتكاملوا مع بعضياتهم. الطاكسي ما عرفتش شنو بغا يدير، باغي يطير. حنا راه حنا في وسط ال هذا سير صافي. كما قلنا على الاقل هنا كاينه اناره مزيانه، غير خاص الصيانه الاعتياديه تكون. وهذا فيديو حنا بغينا نبينوا به الواقع اللي كتعيشوا مجموعه من البلايص ممكن في كلاس والجماعات المحيطه بها. عندما مثلا هما هنايا على مستوى فندق ويسلان، فندق بليزونس، اما البوطويات انفاس دو ديرهم طافي. علاش ما تحركش اللجنه اللي هي مكلفه ولا الفرقه المكلفه بالصيانه باش تبدل البالي اللي محروقين؟ نخليو حتى نخليو حتى تزاد الخل على بو كبار صافي. بوطو ديما خصهم يبرمجوا خرجات ميدانيه ياك الامر تديليكي ولا راضي مي واخا لا راضي تقوم بالمهمه ديالها. عطيوها العتاد، عطيوها البالي، عطيوها الكابل، عطيوها داكشي اللي خصها وتكلف. ولوندا هذا ماشي بلاصه الدور. انا الاخ هذيك الرومبوان خليتيه غير اللور واحد شويه. هانتوما فاش كتكون البوله شاعله دير الرصيف مع مع اللي كتضوي الطريق الشانطي كتمشي مرتاح مع الضو ديال الطوموبيلات كتمشي مزيان. ايوا حنايا تنحاولوا اننا نوصلوا الرساله. بحال دابا هاد البروجيكتورات اللي مضوين الرومبوان، هو باين باين الرومبوان باين. انتما الفيديو راه خير وشاهد. وجدنا على هاد المسؤولين اللي كانوا ما تيشوفوش هاد الحوايج اللي خصهم يتقادو. هما الفيديوهات تيبينوا الامور.
الحديد، هاد الحديد هذا اللي دايرينو ديكوراتيف الدور ديالو راه دور زوين، ولكن ما نخليوش هكا اللي طاح خصها تبدل، راه عيب وحشومه نخليو هاد الشيء هذا بحال هكا. اللي خسرات اجيو حيدوها وكومونديو البديل ديالها، شي اللي سنعرفو حنايا. بحال دابا فديك طلعت كابوبلا حدا المعهد الفرنسي، داك الحديد اللي كله تدكدك، حنا نقولو بفعل فاعل اوكي، خصهم يجيو يقطعوه حيدوه بلا مول، تقطع من الجدر ديالو باش لا قدر الله راك انت تعرف واش يكونوا الدراري التهور ديالهم، واحد يدفع على اخر يطيح من فوق من هذوك الحديدات توقع الله يستر كارثه. ف هادشي راه من بحال دابا هاد الحديده هادي هاي ها هما ثلاثه الحديدات هادي هي هنايا عواجت صافي. حاجه اللي وقعت الافه خصها تحيد، مبغيناش نتشوق مع البراني اللي كيزور مدينتنا، راه تيبقى فينا الحال وتيبقى فينا الحال بزاف عاد، ماشي غير شويه. يا واللي سميتو واللي حس واللي تما كتيقولوا الضبط ديالو تيخسر الحاجه يتحمل مسؤوليته صافي. الا كان شي حد متهور ولا عابد خصو يتحمل المسؤوليه ديالو كامله. خصنا كمواطنين نبقاو نبارطاجيو هاد النداءات، وخصنا شي شويه نفيقوا حتى حنايا، ما نبقاوش نتسناو ونقولوا واه المسؤولين، وراه خص الناس يتفاعلوا معنا، الناس خصهم يتفاعلوا ويكون عندهم واحد الدور ديال التحسيس، ويكون عندهم دور ديال ايصال المعلومه والضغط على دوك المنتخبين باش ينوضوا يخدموا. اللي ما بغاش يخدم بلا ما يعبد يحمقنا في الحملات الانتخابيه عاوتاني يجي يتبند. تحياتي لكم من مدينة مكناس، من قرب من مسجد إيران، تحياتي.